قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، قال في كتابه في صحيحه وزنه على كتاب الجهاد والسير، قال رحمه الله: باب نزع السهم من البدن. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن علاء، أبو كريب من الثقات الأزبات رواه له الجماعة. قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، نعم، من الثقات الأزبات رواه له الجماعة. قال عن بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله من الثقات الأزبات، وخذنا بأن بريدة روى عن أبيه عن أبي موسى، نعم. قال عن أبي بردة، أبو بردة ومختلف في اسمه، ومن من أوثق الناس في أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هو أبوه. قال عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، هو من الصحابة الكرام، أوتي مزمار من مزامير آل داود. أنه قال: رمي أبو عامر في ركبته رضي الله عنه، قال: فانتهيت إليه، قال: انزع هذا السهم. قال: فنزعته، فنزع منه الماء. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. يعني شوف هنا، رمي أبو عامر في ركبتي، فانتهيت إليه، فقال: انزع السهم، فنزعت، فنزل منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. يعني أنه يعني قد يكون وصل إلى الموت. هذا حديث أخرجه مسلم، وفي لفظ: فلما جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أن يستغفر له، فدعا بماء وتوضأ، ثم رفع يديه. شوف هنا، يعني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهذه عظيمة جدا. أردت أن الله جعل يعني يقبل دعاك فاستكمل الشروط. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أن يستغفر له، فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لأبي عامر عبدك، حتى رأيت بياض إبطي. وهنا معناه أنه رفع هكذا يتوسل بياض إبطي، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. وهذه أيضا فيها دلالة على تفاوت الدرجات ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالتمكين مكان إلى في الآخرة، وأن يكون فوق كثير من الناس. ومعنى هنا النزول والسبان أنه خرج الماء، وقال صحابين: نزع ينزو نزوا ونزونا إذا وثب، وقال أبو زيد: النزع والنقاز، اللي هو القفز يعني. وفيه جواز نزع السهم من البدن كما بوب عليه الإمام البخاري، وهذا موافق للحديث، لأنه نزعه أمره أن ينزعه، فنزع منه الماء، يعني قفز الماء كأنه نفورة خرجت، ولكنه نزعه. وهذا فيه جواز نزع السهم من البدن من خشية بنزعها الموت، وكذلك البط أو الكي، وما شكله يجوز للمرء أن يفعله ورجاء الانتفاع به. فهو نزع السهم الذي عجل بنزول الماء، ويعني قرب الموت، وإن كان في غبتها خشية الموت، وليس من أن يصنع ذلك بملقي نفسه للتهلكة، لأنه بين الخوف والرجاء، وإنما دعا له صلى الله عليه وسلم أنه علم أنه ميت من ذلك السهم. إذن لا يقال أن النزع هو الذي قتله، هو أن السلام يعلم أنه بين الموت وبين الحياة، فلما نزع، النزع هنا أظهر أن, 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 أن الموت قريب. لما نزع السهم ظهر أن الموت قريب. فهنا أراد أيضا البخاري يقول: جواز نزع السهم، وأن هذا ليس قتلا للنفس. جواز نزع السهم من البدن، وأن هذا ليس قتلا للنفس، ولأن أبا موسى الأشعري ذهب للنبي وقص عليه القصة، لو كان لقال: لما قتلته؟ قتل نفسه. لا، شوف، رمي أبو عامر في ركبتي، فانتهيت إليه، قال: انزع هذا السهم، أمره بالنزع، فنزع، وحكى للنبي ما حدث، وأن الماء نزل من ركبتي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر له واجعله فوق كثير من خلقه، لأنه علم وحيا أنه يموت. الفوائد المستنبطة: فضل الصحابة، يتعاون بعضهم مع بعض على التقوى وعلى الخير وعلى البر. جواز نزع السهم ولو كان فيه الهلكة، لأنه يمكن أن نقول نزع السهم يعني يخفف الوطأة ويشفي سريعا، الاحتمال وارد، أو أنه يعجل بالموت. لذلك النبي لم يعاتب، لم يعاقب، لم ينكر، بل دعاله. وفيها دعاء الكبير لحاشيته أو للعالم لطلابه. وهنا فيها دعاء النبي، رحمة النبي بأصحابه، هذه الفائدة الثانية أو الثالثة أعتقد. فإن لم يكن السنة حوت كل شيء، حتى نزع السهم أتت به، ولله الحمد منه. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.